جيبي أغصاني هولي فلا لا 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 ليكون موسما ممتعا مسلي فلا لا 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 نمرح نلعب نضحك ونغني فلا لا 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 في عيد الميلاد نعيد ونهني فلا لا 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 رمي كرات الثلج وعربة حصان نمشي بين الحقول نضحك ونجول جنات الأجراس تحرك الإحساس تجعلنا نغني وسعادتنا لا تقاس أجراس العيد أجراس العيد تلمتنا الطريق عربة حصان مفتوحة شعور بالتحليل أجراس العيد أجراس العيد ترنطنا التاريخ عربة حصان مفتوحة شعور بالتحليل أشياء سأجدك حين أشاء أوه في الشتاء في الشتاء لعبة الاختباء في الشتاء في الشتاء لعبة الاختباء في
الشتاء في الشتاء لعبة الاختباء في الشتاء في الشتاء لعبة الاختباء. يأخذنا الجد
جولة بالجرار في المزرعة المليئة بالأشجار. حيوانات كثيرة تعيش هناك فرحين بعيد الميلاد جميعنا. أوينك 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 يقول الخنزير، أوينك 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 يقول الخنزير. حيوانات كثيرة تعيش هنا فرحين بعيد الميلاد جميعنا. يأخذنا الجد جولة بالجرار في المزرعة المليئة بالأشجار. حيوانات كثيرة تعيش هنا فرحين بعيد الميلاد جميعنا. عيد ميلاد من سعيد، عيد ميلاد من سعيد. حيوانات كثيرة تعيش هنا فرحين بالميلاد جميعنا. يوم التزلج يا أطفال سنعبر فوق التلال من جبال إلى جبال. هيا يا أطفال ضع رأس الحذاء هنا، ادفع بكفيك إلى الأسفل. هيا بنا هيا هيا نتزلج سويا. وقدمايا بشكل سبعة. هيا بنا هيا هيا نتزلج سويا. أحببنا الثلج ولون الثلج وأحببنا أن نتزلج. هذه الخطوة الأجمل من الأعلى إلى الأسفل. أضمهما تشبهان حرفاً ما. هيا بنا هيا هيا نتزلج سويا. ها هو ذا المنحدر، إياك وأن تتهور. هيا بنا هيا هيا نتزلج سويا. ولون الثلج وأحببنا أن نتزلج. هذه الخطوة الأجمل من الأعلى إلى الأسفل. لا لن نسرع بعد الآن، الحقوا بي يا فتيان. هيا بنا هيا هيا نتزلج سويا. أحببنا أن نتزلج. هذه الخطوة الأجمل من الأعلى إلى الأسفل. هيا هيا بنا فالثلج يهطل على الأرض مثل النور. كل شيء أبيض يشعرنا بالسرور. سنصنع نصنع نصنع رجل الثلج. نصنع 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 رجل الثلج. نصنع 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 رجل الثلج. من يحب الثلج؟ يشعرنا بالسرور. نتزحلق 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 إلى الأسفل. نتزحلق 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 إلى الأسفل. نتزحلق 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 إلى الأسفل. من يحب الثلج؟ هيا هيا
هيا بنا. فالثلج يهطل على الأرض مثل النور، كل شيء أبيض يشعرنا بالسرور. لنرمي نرمي نرمي كرات الثلج، نرمي 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 كرات الثلج، لنرمي نرمي نرمي كرات الثلج. من يحب الثلج؟ هيا هيا بنا، فالثلج يهطل على الأرض مثل النور، كل شيء أبيض يشعرنا بالسرور. نتزلج 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 على البركة، نتزلج 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 على البركة، نتزلج 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 على البركة. من يحب الثلج؟ ننتظر من سيفوز.
حيواننا الأليف اسمها جيلي بين، ناعمة دمها خفيف تصرصر كل حين، أقدامها صغيرة يحبها الجميع، محبوبة لطيفة رفضها سريع. هل قابلت فهرتنا؟ هي تحب أن تركض وتدور وتدور، هي تركض 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 وتدور وتدور. حيواننا الأليف اسمها ليوي بي، ناعمة دمها خفيف تصرصر كل حين، أقدامها صغيرة يحبها الجميع، محبوبة لطيفة وردها سريع. وتدور وتدور. حيواننا الأليف اسمها جيلي بين، ناعمة دمها خفيف تصرصر كل حين، أقدامها صغيرة يحبها الجميع، محبوبة لطيفة وردها سريع. أصبح على خير. تجعلها ما أجمل أن نعمل لرفع البناء وأن نبني ما نشاء. خلاط الإسمنت يدور ويدور، ليصنع الإسمنت يدور ويدور، ما أجمل أن نعمل لرفع البناء الحمولة تعبئ المواد، شاحنة الحمولة لحمل الأغراض، ما أجمل أن نعمل لرفع البناء وأن نبني ما نشاء. الرافعة الكبيرة للرفع والتنزيل، الرافعة الكبيرة ترفع كل ثقيل، ما أجمل أن نعمل لرفع البناء وأن نبني ما نشاء. تعالوا لنبني بأدوات البناء، نرفع نرمم ما نشاء، سنحفر الأراضي لنبني الأساس ليصير أقصى من الألماس. الحفارة الكبيرة تحفر كل شيء، الحفارة الكبيرة تحفر كل شيء، ما أجمل أن نعمل لرفع البناء وأن نبني. Thank you.
الكبيرة تجرف كل شيء، الجرافة الكبيرة تدفع كل شيء. ما أجمل أن نعمل لرفع البناء وأن نبني ما نشاء. تعال لنبني بأدوات البناء، نرفع نرمم ما نشاء، سنحفر الأراضي لنبني الأساس ليصير أقصى من الألماس. يوم النشاط والأشغال اليدوية، يوم النشاط بالصمغ والألوان، يوم النشاط لنصنع بحرفية، يوم النشاط انضموا إلينا. أهلا بكم جميعا، سنقدم فقرة يويو للفنون، وضيفي اليوم هو أخي الصغير جي جي. مرحبا. سنصنع طائرة ورقية. من أين سنبدأ؟ لنرى ما الذي يخبئه لنا الصندوق. في هذا الصندوق الوردي كثير من الأدوات، في هذا الصندوق الوردي ما نريد من حاجات. لنصنع طائرة ورقية نحتاج إلى طبقاً من الورق، وألوان شمعية. لنبدأ العمل، هل أنتم مستعدون؟ أجل مستعد. لنتبع الخطوات لنصنع ما نريد، شيء لك شيء لي، عدوا واحد اثنان ثلاثة. أولاً أمسك بطبق الورق وحدد الأطراف الأقصر منها. حاضر. أمسك بأحد الطرفين القصيرين واثنه لآخره. بيدك الأخرى ثبت الجزء الأعلى، وباليد الأولى اثني الورقة. لنتبع الخطوات لنصنع ما نريد، شيء لك شيء لي، عدوا واحد اثنان ثلاثة. افتحي الورقة وحددي الأطراف الأطول. هل هذا هو الطرف؟ أجل. امسك بإحدى الزوايا واثنها إلى المنتصف، ثم ثبت الزاوية بإحدى يديك واثني الورقة جيداً بالأخرى. والآن أمسك بالزاوية الأخرى وبعدها اثنها إلى المنتصف، ثبت الزاوية بإحدى يديك واثني بالأخرى الورقة جيداً. لنتبع الخطوات لنصنع ما نريد، شيء لك شيء لي، عدوا واحد اثنان ثلاثة. شكلها يشبه المنزل. هذا صحيح. والآن اثني الورقة، وضع هذه الثانية من الخارج. ضع الورقة على جانبها. انظر، هذه هي نقطة المنتصف، اثنها باتجاه المنتصف هكذا. ثبت النقطة بإحدى يديك واثني الورقة جيداً هكذا. لنتبع الخطوة لنصنع ما نريد، شيء لك شيء لي، عدوا واحد اثنان ثلاثة. والآن اقلب الورقة هكذا. سنكرر ما فعلناه على الجانب الآخر منها. سنحدد نقطة المنتصف من جديد. ها؟ هذه. يا سلام. اثنها باتجاه المنتصف هكذا. ثبت النقطة بإحدى يديك واثني الورقة جيداً بالأخرى. لنتبع الخطوات لنصنع ما نريد، شيء لك شيء لي، عدوا واحد اثنان ثلاثة. نكاد أن ننتهي، والآن لنزين الصواريخ الورقية ونرسم عليها. هيا. شيء لك شيء لي، عدوا واحد اثنان ثلاثة. أنهينا طائراتنا الورقية.
للفنون. إلى اللقاء. يوم النشاط. نحن نبحث ونبحث وبلا جدوى. أين يكون جيلي بين؟ أها. اشتقنا له، اشتقنا لجلبين، له أرجل قصيرة، أين هو أين؟ اشتقنا له، اشتقنا لجلبين، صوته بدين الخدين. اشتقنا له، اشتقنا لجلبي، صوته عذب بدين الخدين. من الألوان الثانوية. ألوان
الحجر. البرتقالي والأخضر والبنفسجي هي الألوان الثانوية لأنها مصنوعة من الألوان الأساسية. لنصنع حلوى الجيلو من الألوان الثانوية. لنصنع حلوى الجيلو برتقالي أخضر بنفسجي. لحظة، ليست لدينا هذه الألوان. خليط الأزرق والأصفر الأخضر، خليط الأحمر والأصفر برتقالي، خليط الأحمر والأزرق بنفسجي. جميل خلط الألوان معا. لنضبط المؤقت وننتظر حتى يبرد الجيلو. رائع. مستعدون لرؤية الجيلو؟ ثياب المطر. جي جي، لا أقصد هذه الملابس يا صغيري. انتظر انتظر وقت الاستماع. حاضر يا أمي، سأسمعك الآن. أحسنت يا طفلي، هيا استمع إلي. صحيح يا أمي، فالاستماع مفيد. الدب الدب يحب الاستماع. واحد اثنان ثلاثة، سيستمع إلي. حسنا يا أمي، أنا أستمع إليك، فالاستماع مفيد. أحب الاستماع. سأعلمك الآن. حسناً يا أمي، أريد أن أتعلم. الفيل الفيل سيرتديه الآن. واحد اثنان ثلاثة، ارتداه في ثوان. حسناً يا أمي، سأرتديه الآن. واحد اثنان، ارتديته في ثوان. حسناً يا أمي، لكني لا أراها. ها هي ها هي، هيا ارتديها. حاضر يا أمي، سأرتديها الآن. الفأر الفأر سيرتديها الآن. واحد اثنان ثلاثة، ارتداها في ثوان. حسناً حسناً، سأرتديها الآن. واحد اثنان، ارتديتها في ثوان. حذاء حذاء، لنرتدي الحذاء. حسنا يا طفلي، سأرتديه الآن. أحسنتي أحسنتي، حذاءك يحمي. حاضر يا
أسنانك بالفرشات بالفرشات بالفرشات. نظف أسنانك بالفرشات وذلك قبل النوم. غسل وجهك جيداً جيداً جيداً. غسل وجهك جيداً وذلك قبل النوم. ارتدي ثياب النوم وذلك قبل النوم. سنروي قصة هذا اليوم هذا اليوم هذا اليوم. سنروي قصة هذا اليوم وذلك قبل النوم. كان هنالك ثلاثة خراف وعددهم 1، 2، 3. كانوا يعيشون في المزرعة. والآن تصبح على خير على خير على خير. وأنت بألف خير يا أمي. يا طلاب، لنحيي طبيبتنا الجديدة. أمي. مرحبا يا أطفال، أنا طبيبة واليوم سأريكم ماذا يحدث عندما يفحصكم طبيبكم. هيا نذهب إلى الطبيب لنسأله ما العلاج ولنطمئن أننا للدواء لا نحتاج. سيقيس وزنك ويقيس طولك ليبعدك عن الضرر والأمراض من حولك. هيا نذهب إلى الطبيب لنسأله ما العلاج ولنطمئن أننا للدواء لا نحتاج. سيتفحص رئتي ويستمع للنبضات، ما الذي تأكله وينصحك بالوجبات. هيا نذهب إلى الطبيب لنسأله ما العلاج ولنطمئن أننا للدواء لا نحتاج. سيتفحص الأذنين ويتفحص العينين، ما مستوى السمع والبصر الاثنين. هيا نذهب إلى الطبيب لنسأله ما العلاج ولنطمئن أننا للدواء لا نحتاج. ينظر داخل فمك الحنجرة واللسان، يكتب ملاحظاته على الورقة في ثوان. هيا نذهب إلى الطبيب لنسأله ما العلاج ولنطمئن أننا للدواء لا نحتاج. يتفحص رد فعلك وسلامة العظام لتتغذى وتنمو كل يوم بسلام. هيا نذهب إلى الطبيب لنسأله ما العلاج ولنطمئن أننا للدواء لا نحتاج. قد تحتاج حقنة، لا لا تخف منها، دواء للداء لا تبتعد عنها. هيا نذهب إلى الطبيب لنسأله ما العلاج ولنطمئن أننا للدواء لا نحتاج. عجلات الحافلة تدور 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 تدور، كل من عليها مسرور. والعجلات تدور، أبواب الحافلة تفتح وتغلق تفتح وتغلق تفتح وتغلق. أبواب الحافلة تفتح وتغلق والعجلات تدور لمسح
ناحاتها صوت سويش ويش ويش سويش ويش ويش سويش ويش ويش لمساحاتها صوت سويش ويش ويش والعجلات تدور صوت إضاءتها كويك 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 صوت إضاءتها كويك 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 والعجلات تدور لبوقها أيضا صوت بيب 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 لبوقها أيضا صوت بيب 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 والعجلات تدور لمحركها أيضا صوت فروم روم روم فروم روم روم فروم روم روم لمحركها أيضا صوت فروم روم روم والعجلات تدور حين نعبر العقبة يقفز الجميع يقفز الجميع يقفز الجميع حين نعبر العقبة يقفز الجميع والعجلات تدور عجلات الحافلة تدور 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 كل من عليها مسرور والعجلات نعود سوف أتعلم وسألعب
أحزم كتبي وأضعها في حقيبتي. أحب مدرستي في جيبات خارجية أضع أقلامي. أحب مدرستي في صندوق صغير أضع طعامي. أحب مدرستي أخرج بنطالي وجوارب من درجي. أحب مدرستي. لأحصل على حقيبتي وأذهب إلى مدرستي. أول يوم في حذاء جديد. أحب مدرستي يمكنني الرسم والعمل في بعض الحرف. أحب مدرستي غني أرقص أضحك ولا أكف. أحب مدرستي. أستطيع غذاء الأحرف الأبجدية. أحب مدرستي. أستطيع العد 1 2 3. أحب مدرستي. نستطيع أن نلعب مع كل الأصدقاء. أحب مدرستي. ندرس نمرح نقضي وقتا بسعادة وهناء. أحب مدرستي. أول يوم أول يوم إلى المدرسة نعود. سوف أتعلم وسألعب. إلى المدرسة نعود. اتصلت الأم بالطبيب والطبيب قال: ألو، لا تدعوا الحيوانات تقفز على السرير. اتصلت الأم بالطبيب والطبيب قال: ألو، لا تدعوا الحيوانات تقفز على السرير. اتصلت الأم بالطبيب والطبيب قال: ألو، لا تدع الحيوانات تقفز على السرير. اثنان حيوانان يقفزان معا على السرير. سقط أحدهم على رأسه الصغير. اتصلت الأم بالطبيب والطبيب قال: ألو، لا تدعوا الحيوانات تقفز على السرير. واحد حيوان واحد يقفز على السرير. سقط وضرب رأسه الصغير. اتصلت الأم بالطبيب والطبيب قال: ألو، لا تدعوا الحيوانات تقفز على السرير. لا
حيوانات تقفز على السرير، نام الأولاد بوقت قصير. اتصلت الأم بالطبيب والطبيب قال: ألو، ليس هناك حيوانات تقفز على السرير،